خليل الله كان في المنتهى من الرحمة، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني لم يقل فعذبه فإنك غفور رحيم. فهو عليه السلام أجمع أهل زمانه أبوه ومن معه على أن يوقدوا له نار، ويقال أن رجلا يقال له الهيزم أشار عليهم أن يبنوا بنيانا عظيما، أشار على قومه، ثم يملأوه حطبا ثم يضرموه نارا ثم يلقوا فيه إبراهيم، فقبلوا فبنوا بنيانا عظيما، والله يقول عنهم ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ثم مكثوا دهرا يجمعون الحطب ثم أضرموا النار. فلما أضرموا النار أصبح من الصعب عليهم أن يأتوا بإبراهيم والنار هذه حالها فيلقونه فيها، فاحتاجوا إلى ما يعرف اليوم بالمنجنيق حتى يضعوا خليل الله فيها ثم يلقوه في النار. فصنعوا، وماذا صنعوا به؟ خلعوا منه لباسه، جعلوه عريانا، ثم قيدوا يديه ورجليه ثم وضعوه في المنجنيق ثم ألقوه، وهم لا يظنون ولا يشكون أن النار ستحرقه. جاء في الآثار أن ملك القطر ميكال عليه السلام كان يعلم يقينا أن الله لن يترك النار تسلط على إبراهيم، فكان يترقب أن الله يأمره أن يمطر على النار حتى تنطفئ فلا يتأذى خليل الله، فأصغى سمعه ينتظر الأمر من الله أن يؤذن له بأن ينزل القطر والمطر على النار حتى تطفأ. لكن كرامة إبراهيم عند ربه كانت أعظم، قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، من غير أن يدخل ملك القطر في الأمر. فلما خطب الله النار وهي مخلوقة من مخلوقات الله تأتمر بأمره أصبحت لا تحرق، فقدت خاصيتها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أحرق على من؟ على إبراهيم، غير إبراهيم تبقى نار. فأحرقت وثاقه، أحرقت وثاقه الذي في يده ووثاقه الذي في رجليه، لكن إبراهيم جسدا لم تتسلط عليهم باب أولى، لم تتسلط على روحه. قال قتادة وكعب رحمهما الله بعد 7 أيام انتظروا النار تخبو والجمر ينتهي فقدموا على النار وهم يظنون وسيجدونه حمما، فوجدوا خليل الله قائما يصلي. الإنسان إذا انفرد بنفسه يصنع أحب شيء إلى قلبه. فلما كانت الصلاة أحب شيء إلى خليل الله فيها يذكر ربه صلى في تلك البقعة، فلما خرج يمشي قيل إن أباه رآه فقال له نعم الرب ربك يا إبراهيم ومن توكل على الله كفاه.